السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم. اليوم عدنا لكم لتتمة الفيديو السابق. بعض الإخوان يسمحوا لنا لأن ما مربما ما يعجبهمش هذا الفيديو، ولكن أنا اضطريت باش ندير هذا الفيديو لبعض الإخوان اللي كيتابعونا. أنا راني جبت واحد الإضافة، جبتها للمغرب باش نعود ولاد بلادي، مشي على المغرب العرب كاملين، نزيد واحد الإضافة ونعاون الناس وهذاك الشيء اللي عندي بغيت نعطيه من القلب. اللي عنده شي موهبة يوريها لنا ويشاركها معنا، مرحبا بكم، تابعوا الفيديو. اللي بغيت نقول هو واحد الأخ، واحد الصديق دخل عندي القناة ديالي، تصاحب معايا باش يتعاون معايا ونتعاون معاه، مثلا فكريا أو لا مثلا نمشيو لشي بلاصة مجموعين أو لا، ولكن أنا ما مستعدتش باش نتلاقاه وما محتاجش ليه، لان عندي الدماغ ديالي تبارك الله عامر، عندي واحد الاورديناتور واحد الديسك دور في الدماغ اللي عطاني ربي، فيه ما يدار وعندي ما يتقالوا، باقين بزاف ديال البرامج غادي نهضر عليهم وبزاف ديال الحوايج غادي نعطيهم وغادي نعطي لاي واحد ان شاء الله غيستافد معايا ان شاء الله مجانا. والاخوه اللي كيعيطوا لي باش نمشي عندهم، نمشي لبلادهم الارض ديالهم او لا نوريهم كيفاش يوكلوا او لا كيفاش يغبروا او لا كيفاش يزرعوا او لا كيفاش يتعاملوا مع ديك البلاد ديالهم، ماشي غير الافوكا، جميع الانواع ديال الحواميد والافوكا ولا المانجو ولا الباباي ولا اي حاجه. الحمد لله عندي عليها فكره، وحتى الفلاحات اخرى بالنسبه للثوم ولا البصل ولا البطاطيس الطوماطي، يعني جميع الخضار تا هما عندي عليهم فكره، تا هما كنعرف كيفاش الاوقات وكيفاش نزرعوا وكيفاش نداويو. ولكن هاد الاخ هذا تبعني كيهضر على الطريقه ديال الافوكا بالطريقه ديالي، خدا الفكر ديالي وخدا الطريقه ديالي كيخدم عليها، وكنقول ليه من الاحسن تبع هاد من الطريق ديالي. انا ماشي كنسعاك ولا كتسعاني، ولكن كل واحد عنده فكر ديالو، كل واحد عنده ضمير ديالو، كل واحد عنده طريقه ديالو. انت جيب الطريقه ديالك حطها، وانا نجيب الطريقه ديالي نحطها بحال الامتحان. هذا الانترنت، العالم الانترنت او العالم التكنولوجي عاطي، يعني كيهضر بالفكر وبالدماغ شنو عندك فيه. انت عطي حوايج ديالك وانا نعطي حوايج ديالي ونشوفوا النتائج. ولكن انت ضريتي باش تتبع القناه ديالي وتبدا تهرس وتاخذ مني، ما تاخذش مني، ما تاخذش هذوك الحوايج ديالي، خذ حوايج ديالك انت خدم عليهم. وكنقول بعض الاخوان اي فشي ميدان، ميدان رياضي ولا ميدان سينمائي ولا اغاني ولا لحن ولا لبس ولا جميع ما يكون، اي واحد خرج شي فكره خلوه يخدم فيها، وانتم خدموا الفكره ديالكم اخرى. لان انا قديم في هادشي ديال الميدان ديال العالم الانترنت، ماشي عادي ما دخلت ليه، من القديم وانا خدام في هادشي، من القديم وانا كنفورماتي، من القديم وانا كنستالي البروغرامات، من القديم وانا كندير بزاف ديال الحوايج. ولكن الحمد لله هبطت للبلاد، وهذا برنامج مهم بغيت نديرو انا اول واحد دارو، وبغيت نتسمى انا اول واحد درتو. وكاينه قنوات كبرى اللي غادا تجي تتلاقى معايا، عندي معاهم رونديفوات ومازال ما حددناش الاوقات. هاد الحوايج اللي كنعطي من عندي انا كنعطيهم كفكره ديالي حطيتها، حتى انت جيب الفكره ديالك وخدم عليها. اللي بغيت نقول هو بان هاد الناس اللي كيهرسوا ناس اخرين، انا شفت بزاف ديال المطربين، بزاف ديال الممثلين، بزاف ديال اللي كيديروا شي رياضه خارقه، وكيجيو ناس اخرين كياخذوها منهم وكيخدموا عليها. ولكن انا هاد السيد هذا كنقول ليه ما تخدمش على الافكار ديالي، جيب الفكر ديالك وخدم الطريقه ديالك وبعد عليا انا من الاحسن. اخواني انا دائما معكم في الجديد، دائما معكم في الحوايج اللي غيداروا، وشي حوايج اللي غنجبد من عندي ومن قلبي غادي نعطيهم لكم. وكاينه ما يتقال وكاينه ما يدار، ومازال اي حاجه سولتوني عليها الا ما جاوبتكمش في اليوتيوب عذروني، لان كاين القراصنه كيف كنا نسمعوا هذه شحال، كاين القراصنه اللي ولاو كيتبعوني ولاو كيقرنصوا الناس بزاف كيسرقوا منهم. انا بغيت هاد القراصنه نبعدوا ليهم على الفكر، نديروا فكر ديالنا وغنتعامل معكم بالواتساب. اي واحد طرح عليا شي سؤال وما جاوبتوش يتواصل معايا في الواتساب، غادي نجاوبك وغادي نتعاون معاك، واي دواء بغيتي غنعطيه لك. ولكن في الانترنت بالنسبه لليوتيوب راه ما غنكتب لكش الدواء، لان ما عندناش الحقوق، لان كل واحد عنده حقوق الملكيه ديالو، ما يمكنليناش نقيسو شي واحد. وحتى الا جات شي شركه وعطاتنا حنا نديرو لها اشهار ما كاين حتى مشكل، ولكن باش دير حتى شي اشهار وانت ما عاطينك والو او ما فاهميش معاك، يقدروا ينزلوا عليك وتوصل القضيه ديال المحكمه او لتوقيف القناه. سمحوا لي بزاف الا ما عطيتكمش المعلومات، والمعلومات عم نعطيها لكم عبر الواتساب. اي واحد بغى يتواصل معايا النمره ديال المغرب والنمره ديال اسبانيا. معكم بالعماره من مدينه برشلونه.
ساغرادا فاميليا. السلام عليكم.